هاي أنا إلسا، فيكن تزوروا موقعي على prettycapricious.com. بهيدا الفيديو حنحضر سوا وصفة كتير سهلة وسريعة، هي الغارليك بريد، بتتقدم كمقبلات. يلا حضروها معي. المكونات هي خبز باجيت أبيض أو أسمر، 4 ملاعق كبار مايونيز، 150 غرام جبنة الجرويير المبروشة، 3 ملاعق كبار أوريغانو، نص حص ثوم مهروس، 150 غرام من جبنة الموزاريلا المبروشة. أول شي منعمله منقص الخبز. منقص الخبز بهيدا الشكل بالدياجونال. بدنا نصف الخبز على الصينية. بعد ما حطينا الخبز على الصينية بدنا نخلط الثوم مع المايونيز. نخلط منيح حتى تتجانس المكونات. هلا بندهن وش كل خبزة بالمايونيز. Next step هي بدنا نخلط الجبنة مع بعضها. منزيد شوي جبنة على وش كل خبزة. ما بنزيد كتير حتى ما تسيل الجبنة على الصينية وهي وبالفرن. وقبل ما نحط الغارليك بريد بالفرن ما بننسى نغش الأوريغانو على كل خبزة. إذا ما كان عندكم أوريغانو بالبيت فيكن تستبدلوها بزعتر يابس. هلا صار وقت نحط الصينية بالفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 5 أو 7 دقايق. بعد ما شلنا الغارليك بريد من الصينية منصفهم على صحن التقديم ومنقدمهم سخنين. الصحة وهنا. إذا كان عندكم أي سؤال تبولي بخانة التعليقات، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وفولو مي على انستغرام وفيسبوك. See you!